السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تاريخ اليوم هو 29 من الشهر الخامس شهر مايو سنة 2021. فقط لا تنسوا الاشتراك كالعادة. موضوع اليوم هو تأثير هذه الأجواء الغائمة على النحل. هذه الأجواء لا تخدم النحل. هناك غيوم وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وهذا طبعا سيعكس سلبا على النحل أو على مخزون العسل داخل الخلية. فانخفاض درجات الحرارة هذا يعكس على النحل أنه سيكون هناك شروح محتشم للنحل. هذه الخلية التي أمامنا هي خلية على 10 إطارات، ملكة جديدة، ملكة 2021. هذه الخلية كما تشاهدون شروح نحن نوعا ما قليل، ونحن الآن في وسط النهار، الواحدة ظهر بتوقيت الجزائر طبعا. فكما تشاهدون النحل يتجه إلى جمع حبوب اللقاح في الأيام الباردة، حتى أن كمية حبوب اللقاح التي يجلبها النحل في هذه الآونة قليلة نوعا ما. لو تلاحظون في أرجل الشغالات هناك حبوب لقاح، لكن الكمية قليلة جدا، وهذا طبعا لوجود نوعا ما اضطراب جوي أو انخفاض في درجات الحرارة وبعض قطرات المطر. فمثلا في المناطق التي يكون هناك نزول للمطر، صحيح أن الخلية تتأثر في أوقات انخفاض درجات الحرارة ونزول المطر، لكن ستعوض ذلك التراجع في المخزون بعد أن تكون أو ترتفع نوعا ما درجات الحرارة، لأن الأمطار نزول الأمطار سيعكس على الأزهار بعد شروق الشمس أو بعد الأيام الصحوة، سيكون هناك نوعا ما رحيق إضافي. لكن حين تكون هناك انخفاض في درجات الحرارة وليس هناك أمطار، سيعكس سلبا على الخلية وعلى مخزون الخلية. في الأوقات الباردة النحل يستهلك كمية نوعا ما أكثر من العسل حتى يقوم بتدفئة الخلية. الخلية تحتاج إلى تدفئة، وحين لا يكون هناك شروح للنحل، النحل سيستهلك المخزون الذي داخل الخلية، وهذا طبعا في المناطق التي لا توجد فيها أمطار سيعكس سلبا على الموسم. وربما إذا طالت هذه الأجواء لن يكون هناك عسل، وهذا طبعا ما لا نريده. ليس هناك أي نحال يريد أن يمر الموسم كله دون أن يجني العسل، فكلنا نسعى وراء جني العسل. فكما ذكرت هذه الأجواء أو هذه التغيرات المناخية على غير عادتها، نحن في آخر شهر ماي وهناك تقلبات جوية وهناك انخفاض في درجات الحرارة. هذه التغيرات المناخية تؤثر سلبا على النحل وبالطبيعة على الإخوة النحالين، وهذا ما يجعل تربية النحل تتجه إلى الأسوأ إن صح القول. فهذه التغيرات المناخية التي هي على غير العادة تؤثر سلبا على النحالين، وهذا ما يؤثر على الإخوة النحالين خاصة المبتدئين. فحين يكون هناك نحال مبتدئ
ويمر عليه الموسم دون أن يجني العسل، فسيعتبر هذا فشل في تربية النحل. صحيح أن تربية النحل كل عام ومنتوجها ومردودها، لكن بالنسبة للإخوة من لديهم القليل من الخلايا، إن لم يجني العسل فربما سيترك هذه المهنة إن كانت تسمى مهنة. تربية النحل هواية قبل أن تكون مهنة، لكن هناك من يعتمد عليها كليا في مدخوله. فحين يتعب النحال ولا يجني العسل أو لا يكون هناك فائدة من المشروع، أكيد سيؤثر عليه سلبا. وهناك الكثير من الإخوة تركوا مهنة تربية النحل لقلة المردود هذه السنوات الأخيرة. كما ذكرت وكما تشاهدون، النحل يتجه لجمع حبوب اللقاح أكثر، لهذا راجع لبرودة الجو. وحين وكما تعلمون، حين تكون هناك انخفاض لدرجات الحرارة، الأزهار التي تنتج حبوب اللقاح ستنتج أكثر، لأن انخفاض درجات الحرارة يساعدها على إنتاج حبوب اللقاح. لكن الرحيق يجب أن تكون هناك نوعا ما درجات الحرارة مرتفعة حتى يكون هناك إنتاج للرحيق. فهذه الأجواء الباردة وعدم نزول الأمطار سيعكس سلبا على الخلية، كون الخلية ستستهلك المخزون. وكما تعلمون المرعى نوعا ما شحيح، فبعد تحسن الأجواء النحل سيتجه إلى جمع الرحيق، لكن الرحيق يكون نوعا ما قليل لأن ليس هناك أمطار، والمخزون الذي داخل الخلية قد تكون استهلاكته كليا، فتجد الخلية تتخبط في نفس المستوى إن لم تتراجع إلى الوراء. فبالنسبة للطرود، البارحة فقدت بعض الطرود، يعني بعد توقف دام أكثر من 15 يوم دون تغذية، صراحة الأمر لا يبشر بالخير مع هذه الأجواء الباردة نوعا ما. فكمية المخزون داخل الطرود تكاد تكون منعدمة، والحضنة أو كمية الحضنة تراجعت، والملكات نوعا ما أنقصت من وضع البيض، وهذا راجع لعدم دخول الرحيق أو لعدم التغذية. فبالنسبة للطرود يجب المواظبة على تغذيتها ولو مرة في الأسبوع ولو بكمية قليلة، حتى لا تتراجع الملكات في وضع البيض. أتمنى أن تتحسن الأجواء ويكون هناك موسم جيد لي ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.